بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول. هذا الموضوع اسمه الهمة. يعني في حالات كثيرة جداً الحق واضح والإنسان قانع جداً بهذا الحق، لكن لا يملك همة تحمله على سلوك هذا الطريق. لقاء اليوم حول هذه الهمة، لأن علو الهمة من الإيمان. إن علت همتك قويت إرادتك. في حالات كثيرة يقول لي يا أخ كريم: لا أجد عزيمة على تطبيق ما أنا قانع به. أقول له: إن كنت لا تملك إرادة قوية وبالتالي لا تملك همة عالية، ليس هناك أي حل لك. ما لم يملك أحدنا همة عالية ينتج عن هذه الهمة إرادة صلبة لتحقيق ما هو قانع به، فالأمر ليس يسيراً. حتى في شأن الطعام والشراب، حتى في شأن الحياة اليومية، حتى في شأن الدراسة، كل شيء يتفوق يحتاج إلى جهد كبير. الدنيا بنيت على الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه. يعني من أجل أن تركب مركبة، أن تنال شهادة، أن يضاف إلى اسمك كلمة حرف دال، تدرس 33 سنة. فهذه الدنيا هكذا. فالذي لا يملك همة عالية يكون في مؤخرة الركب. النقطة الأولى في هذا اللقاء الطيب، يعني صحن من البيض، كم هو التفاوت بين حبات البيض؟ بالغرامات فقط. الآن مجموعة من البشر، كم هو التفاوت بينها؟ يا لطيف، إنسان يخلف 53 مليون قتيل بالحرب العالمية الثانية، وإنسان ينشر الهدى في الآفاق. يعني المسافة يصعب تصورها بين إنسان مؤمن أو بين إنسان نبي وبين إنسان طاغية. المسافة بين الأنبياء والطغاة كما بين السماء والأرض. إنسان كتلة من الخير، كتلة من التواضع، كتلة من العطاء، وإنسان كتلة من الشر، كتلة من الجريمة. هذا الذي يجري في العالم يعني شيء يصعب تصوره. الإنسان يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني حياته على قتلهم، يبني أمنه على خوفهم، يبني غناه على فقرهم، يبني عزه على ذلهم. فالمسافة بين المتفوقين من بني البشر وبين المجرمين يكاد العقل لا يتصورها. للتقريب، أنت جائع جداً وفي لحم مشوي بأعلى درجة من الجودة مع مقبلات كاملة، هي حالة، وفي قطعة لحم متفسخة، المسافة بينهما
كما بين السماء والأرض. قطعة اللحم المتفسخة لها رائحة تكاد تخرج من جلدك منها. أيام يموت حيوان بالفلات لخمسين متر لا تستطيع أن تواجه هذه الرائحة، أي لحم، قطعة لحم شهية، وهي لحم، والبشر هكذا. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما. الآن دققوا، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. نحن في دمشق، قف في شرفة بيتك لا ترى إلا أمتار معدودة، لو صعدت إلى هذا الجبل ترى دمشق بأكملها. أنا مرة في رحلة قريبة الطيار كان طالباً عندي، فدعاني إلى غرفته قبل أن ندخل القطر. صدقوا، رأيت من طرطوس إلى صيدا بنظرة واحدة. فالإنسان دقيق، كلما ارتفع مكانه اتسعت رؤيته، كلما ارتفع مكانه اتسعت رؤيته. هذا مثل مادي يقاس عليه مثل آخر، كلما ارتقى الإنسان يرى رؤية إنسانية. لذلك الأنبياء الكرام كانوا يبكون كثيراً على الكفار ومصيرهم، قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. يعني إنسان أيام يحمل هم أسرته، أب صالح عنده أولاد، بعض أولاده لم يجد عملاً، عنده بنت تقدمت في السن لم يأتي أحد ليخطبها، يتألم هذا الإنسان حامل هم أسرته. في إنسان حامل هم العائلة الكبيرة، هو عميد العائلة، له إخوة، له أخوات، له أخوات عوانس، متألم. هذا إنسان أرقى لأنه حمل هم أكبر. بيجي إنسان بيحمل هم يعني الأسرة الواسعة جداً، هم أمته، لكن هناك اتجاهات وطنية يقدم لشعبه رفاه يفوق حد الخيال، ويكون سفاك دماء بحق بقية الشعوب. هذا اتجاه مرفوض. الإسلام إنساني، الإسلام المسلم منهجه هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. علماء الأصول يقولون: المطلق على إطلاقه، أوسع مفهوم للأخوة الإنساني. فأنت لن تؤمن حتى تحب لأي إنسان كائناً من كان، من أي جنس، من أي لون. من هنا أقول لكم كلام دقيق: هذا العالم إما أن يسوده الشعور الإنساني أو العنصري. ما معنى كلمة عنصري؟ يعني إنسان يتوهم مخطئاً أن له ما ليس لغيره، أو أن يتوهم أن على غيره ما ليس عليه، عنصري. يعني دول إن قالت لا ألغي القرار، هذا حق الفيتو، حق الفيتو عنصري. دول تملك 200 رأس نووي، إذا دولة إسلامية أرادت تطوير مفاعل نووي لأغراض سلمية تقوم الدنيا ولا تقعد، عنصري. فتاة ترتدي ثياب السحاقيات يطردها المدير، يقيم والدها دعوى على المدير لأنه اعتدى على حريتها.
يحكم لها القاضي بمبلغ فلكي، وفتاة بفرنسا وضعت خرقة على رأسها، تقوم الدنيا ولا تقعد، وضعت خرقة لأنها تنتمي لدين يدين به ربع سكان الأرض، تقوم الدنيا ولا تقعد. عنصري، لو أردت أن أعدد لكم التناقضات في العالم، كيل بمئة مكيال، يعني مثلاً رئيس دولة عربية إسلامية صدر قرار باعتقاله، طيب، واللي قتل بغزة الأطفال والنساء بأرقى الأسلحة، واللي عمل مئات المذابح الذي لم يمت بعد وأمد الله بعمره، ما أحد طلب اعتقاله. مليون قتيل في العراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد، ما أحد أمر باعتقاله. أرأيت إلى هذا العالم الظالم الكيل بمكاييل؟ فأنا أقول لكم، ما دام هناك اتجاه عنصري فالعنف لا يقف في الأرض إلى أن يحل الاتجاه الإنساني محل الاتجاه العنصري. لذلك كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته وأصبح إنسانياً. لذلك القول النبوي الشريف: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً، لأنه يتألم على بني البشر، هؤلاء الذين تفننوا في تكذيبه وفي السخرية منه، بل تفننوا في ضربه حتى سال الدم من قدمه الشريف. الله عز وجل سوف يرينا من هو النبي. أرسل له ملك الجبال، ملك الجبال قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. يعني الله مكنه أن ينتقم. قال: لا يا أخي، لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ما تخلى عنهم، قال: قومي، ودعا لهم واعتذر عنهم، ودعا لهم أن تكون ذريتهم صالحة. هذا مقام النبوة. لذلك أقول لكم دائماً: الأقوياء والأنبياء، يعني الطغاة والأنبياء، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب، وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأقوياء في حضرتهم. أريد أن أقول لكم، كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته، وسمت همته، وازدادت مسؤوليته. كلما ارتفع، قلت قبل قليل، مكان الإنسان يرى أكبر مساحة. أنا رأيت على ارتفاع 40,000 قدم، رأيت طرطوس وصيدة بنظرة واحدة. هلأ كلما ارتفع مقام الإنسان، مكانة الإنسان، اتسعت رؤيته، وسمت همته، وازدادت مسؤوليته. ماذا قال سيدنا عمر؟ قال: لست خيراً من أحدكم، ولكنني أسقلكم حملاً. لست خيراً من أحدكم، لكنني أسقلكم حملاً. لذلك أيها الأخوة، الله جل جلاله لا ينظر لا إلى أشكالنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، منظر الخلق مدخل البيت، طلاء البيت، مركبتك تحتاج إلى إصلاح، هندامك، ثيابك،
هذا منظر الخلق، أفلا طهرت منظري ساعة؟ لأن الله ينظر إلى قلبك، يترى في حقد، في كبر، في استعلاء، في عنصرية. يعني العنصرية وصلنا بها إلى حق الفيتو. نبدأ: الذي يعامل زوجة ابنته في البيت معاملة لا يرضاها لابنته عند بيت أهل زوجها عنصري، والذي يستهزئ بأم زوجته فإذا تكلمت زوجته كلمة عن أمه أقام عليها الدنيا عنصري. يمكن أن تكون أفقر إنسان وأنت عنصري، يمكن أن تكون أضعف إنسان وأنت عنصري. الإسلام ينقلك من العنصرية إلى الإنسانية. أيها الأخوة، الآن في نقطة دقيقة جداً. أنت كإنسان، أنت المخلوق الأول، أنت مصمم تصميم أنه لا يسعدك إلا هدف كبير، فإذا اخترت هدفاً محدوداً ووصلت إليه يبدأ شقاؤك. أنت مصمم لهدف كبير، فإذا اخترت هدفاً صغيراً، إنسان أراد أن يكون غنياً فقط، صار غني، ألف بيته، ألف مركبته، أكل أطيب الطعام، سافر إلى أجمل البلاد، تزوج أجمل زوجة، يقول لك الحياة مملة. أحد أكبر مهندسي العالم الذي صمم جسر إسطنبول الأول ياباني، أثناء افتتاحه وقص الشريط الحريري ألقى بنفسه في البوسفور. ذهبوا إلى غرفته بالفندق، كاتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. حياة بلا هدف تافهة، حياة بلا رسالة تافهة، إنسان بلا رسالة حقير، همه بطنه وفرجه. وهذا معنى مسخ بعض الأقوام إلى قردة وخنازير. القرد همه بطنه والخنزير همه فرجه. فإذا ما في أهداف نبيلة لا تحمل رسالة، بتلاقي إنسان فقير، بيته صغير، طعامه خشن، حامل هم المسلمين، يسعى للدعوة إلى الله، هذا أسعد إنسان. وإنسان آخر غارق بالنعيم، أشقى إنسان. فالإنسان يرقى عند الله بهمه. قل لي، ما الذي يهمك؟ هل تحمل هم المسلمين؟ هل تبكي إذا رأيت المذابح في بلاد المسلمين؟ هل تقدم شيء للمسلمين؟ هل تبيع البضاعة بسعر معتدل يتحمله الفقير؟ يعني الحقيقة الإنسان لما يعرف الله عز وجل يصير إنسان آخر. لذلك دقق: لمجرد أن تختار هدفاً محدوداً، أن تكون غني فقط، أن تشتري بيت، لمجرد أن تختار هدفاً محدوداً، حينما تصل لهذا الهدف يبدأ شقاؤك. أنا أرى رؤية شخصية أن كل الانحرافات الجنسية في العالم لا لأن الذي انحرفوا إليه أمتع من الذي انحرفوا عنه، لا، من الملل والسأم. أما لو في هدف، هدف كبير، الإنسان أسعد إنسان، المؤمن طبعاً. لهذا أقول: المؤمن شاب ولو كان في التسعين، لأنه اختار هدف كبير، لك ما عندي وقت. شاب وهو في التسعين، كان في عالم جليل بهالمدينة الطيبة يقول للشاب: كنت تلميذي يا بني، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. درس 80 سنة وكان منتصب القامة وحاد البصر، أسنانه في فمه، يتمتع بنشاط عجيب. فإذا سئل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر،
من عاش تقياً عاش قوياً. لذلك الذي ألف كتاب المئة الأوائل وجعل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس المئة الأوائل، ما مقاييسه؟ اتخذ أربع مقاييس: اتساع رقعة التأثير، يعني من مشارف باريس إلى الصين وصلت رقعة المسلمين، اتساع رقعة التأثير، امتداد أمد التأثير من 1400 عام وإلى ما شاء الله هذا الإسلام يمتد في أطراف الدنيا. اثنين، عمق التأثير. في وزير إيطالي أسلم لأنه التقى بإنسان مسلم قدم له خمر، قال له أنا لا أشرب الخمر. من كلمة لا أشرب الخمر، لأنه محرم في ديني، لا تقول معي قرحة، لا تستحي بدينك، لأنه قال كلمة مسلم بأدب وبصدق، قال له أنا مسلم لا أشرب الخمر، فكان سبب إسلام هذا الوزير الإيطالي. جاءت وزيرة نفط بريطانية إلى بلد، وفي وزير نفط طبعاً استقبلها بالمطار، معه كبار موظفينه، أحد الموظفين لم يصافحها لأنه في حكم شرعي في ذلك، فانزعجت، أما الذي انزعج أكثر هو الوزير، فعنفوا، وفي كان دعوة على الغداء له لا تأتي. هذه الوزيرة جالسة إلى جانبه، قالت له في واحد من موظفينك الكبار لم يصافحني، أين هو؟ انحرج، قال له لعله اعتذر، قالت له أنا حريص على مقابلته، فقابلته، طلبوا، قالت له لماذا لم تصافحني؟ قال لها أنا مسلم وفي ديني لا يجوز أن أصافح امرأة أجنبية وأنت امرأة أجنبية. فتأملت ملياً وقالت للوزير نظيرها، قالت له لو أن المسلمين أمثال هذا لكنا تحت حكمكم، لكنا تحت حكمكم. فيا أيها الإخوة، الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. أنت مصمم لمعرفة الله، حينما تختار هذا الهدف الكبير أنت شاب وأنت في التسعين، والله أيها الإخوة، يعني قبل سنوات عدة كرموا كبار علماء القرآن، ستة أو سبعة، معظمهم فوق التسعين. فالإنسان إذا كان مؤمناً شاب حتى ولو كان شيخاً، هدفه كبير، فأنا أتمنى أن تختار هدفاً كبيراً، لا أن ترضى بدخل جيد. هلا سيدنا عمر أدخل شاعر السجن لأنه قال أهجى بيت قالته العرب. ما هذا البيت؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت عد أهجى بيت قاله الشعراء، فدخل صاحبه السجن. هذا البيت شعار كل مسلم الآن، ما دام دخله وفير وبيته جيد وأهله معه، يقول لك من بعد الطوفان، في كلمات يقولها العامة، كلام شيطاني، لك فخاري كسر بعضه، ابن أخذ أمي عمي، هي كلها كلمات تعبر عن انسحاب الإنسان من المجتمع. فما لم تحمل هم الأمة، ما لم تفكر. والله قبل يومين أخت كريمة محجبة مع ابنتها طلبت مقابلتي، فأول ما دخلت بكت بكاءً شديداً. خير يا أختي؟ قالت لي أنا زوجت هالبنت من شاب ثم تبين أنه معه فصام شخصية، فأنا بحق هذه البنت مجرمة، بنتها معها. قالت لها يا ماما أنا قلت لك 100 مرة أنا رغبانة تم معه، ما له حدا غيرنا، بدي أتقرب لله بخدمته، بدي عمل ألقى الله به. طلعت لقيت البنت بطلة،
بنت تتقرب إلى الله برعاية زوجها، وأنا والله من أعماق أعماق أعماقي قلت له إن شاء الله الله بيشفي لنا نظير. نحن الآن بحاجة إلى شاب مؤمن، إلى شابة مؤمنة تتجاوز هموم الفتيات المتفلتات. أريد شاب يتجاوز هموم الشباب المنحرفين. هذه أمة تبنى على شبابها، يعني أمتنا كبت. هذه الكبوة المعول على هؤلاء الشباب. فأنا أقول لك الآن كلمة، ما في ورقة رابحة بيدنا إلا أولادنا. إذا عنده ابن يمكن أن يصل إلى أعلى مرتبة في الجنة بتربية ابنه، لأن هؤلاء الصغار هم رجال الغد، أبطال الغد. فكل إنسان يعتني بأولاده، لا نملك إلا أولادنا. ومهما ارتقيت، مهما حصلت من ثروات، مهما ارتقيت في سلم المراتب، مهما جمعت من أموال، مهما نلت من شهادات، إن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. فأنا أقول يجب أن تختار هدف كبير، هذا الهدف الكبير يعطيك الهمة العالية. الموضوع دقيق جداً وطويل، وإن شاء الله في درس قادم أحاول أن أتمم المعالجة، لكن القصد من هذا الموضوع أنك إذا اقتنعت بالحق ووجدت نفسك دون المستوى، أنت بحاجة إلى إرادة، والإرادة تحتاج إلى همة، وما لم تملك هذه الهمة لن تصل إلى شيء. في اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن وسائل امتلاك هذه الهمة العالية التي تترجم إلى إرادة قوية، وسائل امتلاك هذه الهمة التي تترجم إلى إرادة قوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.